السلام عليكم، أهلا وسهلا متابعيني الأعزاء. هيا نتعرف على تفاصيل حدث اليوم. سبب خناقة شيكابالا وأحمد مجاهد أثناء تسلم درع الدوري. دخل شيكابالا لعب الزمالك في مشادة مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، وذلك أثناء تسليم الزمالك درع الدوري في ملعب بطرسبورت عقب نهاية مباراة البنك الأهلي. وجاءت المشادة بسبب رفض مجاهد نزول زوجة اللاعبين إلى أرض الملعب للاحتفال مع اللاعبين، وهو ما أغضب شيكابالا الذي تتواجد زوجته ونجله في المدرجات. وتسلم لاعبو الزمالك درع الدوري العام بعد لقاء الفريق الأبيض اليوم أمام البنك الأهلي في استاد بطرسبورت في ختام المسابقة.